عسلامة البنات، شحوالكم؟ ان شاء الله راكم بألف خير يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بشوفوا مع بعضنا حويجة ياسر ياسر بنينة، اللي هي فوندو او بيستاش، خاصة لعشاق البيستاش باش تعجبهم برشا برشا الريسيت هذي. شوفوا ما شاء الله البنة حسيلو، ما نحكيكمش قديش جات بنينة. انا خاطر نحب البيستاش برشا، وتوا ما نطولش عليكم، يلا ندخلوا مع بعضنا الكوجينة نشوفوا الطريقة ونشوفوا المكونات. هذو ما هما المكونات بالنسبة للوصفة متاعنا لليوم. خديت كعبتين عظم، وخمسين غرام زبدة، ورشة متاع ملح، واربعين غرام فارينة، وخمسين غرام سكر، وخمسين غرام بيستاش. بالنسبة للبيستاش لازمكم ترحيوه بالبهي بالبهي للي يقر الزيت متاعو. تعملو كيما خدمنا مع بعضنا، يعني البيستاش اللي عملنا بيه عصير الفستق، باش يجيكم اخضر ويجيكم مزيان. واذا كان عندكم يعني كريمه تارتين متاع البيستاش، نجمو تاخذوا منها مغرفتين وتستعملوها، مغرفتين كبار يبداو مكومين. اما من المستحسن راهو تاخذوا البيستاش وحدكم وترحيوه، تجيكم ابن وتجيكم افوح. انا جربتها بطريقتين والحقيقه عجبتني، يعني بالبيستاش كي نعملو وحدي ابن برشا. وكهو هذو ما هما المكونات، راهم سهلين على الاخر. وتوا باش نشوفوا مع بعضنا الطريقه. هنا اول حاجه باش ناخذ الزبده باش نذوبها على الغاز ولا في الميكروووند، يعني المتوفر عندكم. وباش ناخذ العظم وباش نفقصهم في البول اللي باش نخدم فيها. وصايي لهنا توا باش نكمل نحط فوقهم رشه الملح. بالنسبه للملح راهو ضروري، يعطي نكهه ياسر بنينه للجاتو، يعني نحسو يعزز النكهه. هذاك علاش انا في كل روسيت نحط رشه الملح هذيك. باش نكمل هنا نحط السكر. بالنسبه للسكر اذا كان تحبوها احلى مني انا، تنجموا تزيدوا شويه سكر، تزودوا مغرفه كبيره. باش نكمل هنا نخلطهم هكا مع بعضهم، ما تستحقش داير كذا برشا، جوست هكا شويه وبرا اللي يذوب السكر شويه، يعني ما تستحقش الميكسور اللي بالضو، جوست هكا الفوي هذي وكهو. صايي لهنا خلطتهم. باش نكمل نجيب الزبده اللي حطيتها تذوب، نكملوا هنا نحطوا الزبده، ومن بعد نحطوا الفارينه. وكي نحطوا الفارينه نعاودوا نركضوا شويه للفارينه هذيك تدخل في المكونات، خاصه كي نحطوا الفارينه ماذا بينا يعني ندخلوها بالباهي في المكونات، باش ما تقعدش العبر نتاع الفارينه وتجينا بعد يعني ظاهره في الفوندون. باش نكمل نخلط. واخر حاجه باش نحط البيستاش. بالنسبه للمكونات هذوما راهم نتاع 5 كعبات، ما همش كبار برشا، يعني صغيرين تو تشوفوهم بعد. اذا كان تحبوا كميه كبيره لازمكم تعملوا دوبل كونتيتي، يعني ما تعملوش الكميه هذه خاطر راهي صغيره بالكل، يعني كل شيء تضاعفوا فيه. البيستاش 50 غرام تعملوا 100 غرام بيستاش. انا راني في الروسيت هذه نهارتها عملت يعني البيستاش، عندي كريم بيستاش حاضره، يعني مي من المستحسن لو تعملوا بيستاش وحدكم دي ابن الحقيقه. انا جربتها بالزوز، مي بزهر نهارتها كي باش نصور الفيديو عندي الكريم هذه حاضره، عملت بها بنينه صحيح يعني وكل. مي كي يبدا بيستاش يعني كعب تشريوه وتعملوه انتوما في الدار جي ابن برشا. كهول هنا كملت حطيت البيستاش، باش نكمل نخلط هكا شويه. صايي الميلونج نتاعي حاضر نتاع الفوندون، باش نحطو على جنب وباش نجيب المول اللي باش نطيب فيه. انا باش نطيب في المول هذا، وانتم تنجموا تطيبوا يعني في اي مول متوفر عندكم. باش ندهن بالزبده باش نضمن اللي الفوندون نتاعي ما تلصقليش، وباش نبدا نعبي يعني الكعبات نتاعي في المول وندخلهم للفور. لازم الفور يبدا ماهوش سخون برشا، وزيد ما نخليوهمش برشا في الفور يتيبوا، على خاطر الفوندون ما يقعدوش برشا يتيبوا. اذا كان باش نطيبوهم برشا برشا تولي جاتو ماهيش فوندون. هاكا ردوا بالكم. بالنسبه للمكونات هذوما كما قلت لكم في الاول راهم يطيحوا 5 كعبات، وديجا انا ما عبيتش برشا برشا، دونك كان نعبي برشا راهم يطيحوا جوست 4 كعبات كهو. كان تحبوا كميه كبيره تزودوا في الكونتيتي، وتنجموا زيد تعوضوا البيستاش بالبوفريوا. ديجا نفس الروسيت هذه شاركتها معكم قبل، عملت وقتها فوندون سبيكيلوس، نفس الروسيت نفس كل شيء، عوضت جوست سبيكيلوس بالبيستاش. تاو باش ندخلهم للفور وصايي حضروا. كيما تشوفوا يعني راهي تتنحى فاسيلمون، يعني مادام دهنا بالزبده ما نخافوش منها، تتنحى فيسع فيسع.
جات ياسر بنينه، نودكم مشاهيكم، ان شاء الله تجربوا الريسيت وان شاء الله تعجبكم، خاصه اللي يحبوا البيستاش ننصحهم بها. انا نحبها تبدا سخونه، حاسيلو بنينه على الاخر. وهذه الفوندون تاعي في صحن التقديم، وتعب باش نوريه لكم من داخل كيفاش جات. المهم معناها ما تنساوهاش في الفور باش ما تطيبش برشا برشا، وتنجموا زيد تخليوها فوندون اكثر مني انا، مي انا الحق نحبها هكا صافا على الاخر، تعجبني هكا، ما نحبهاش يعني سائله اكثر من هكا. وهذه الفيديو نتاعنا لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكون عجبتكم الريسيت، وان شاء الله تجربوها وتبعثوا لي التصاور نتاعكم على انستغرام. نخلي لكم اليوم تاعي في صندوق الوصف، وكهو تو مازال كنش نقول لكم بسلامه على بروشين ان شاء الله. باي باي.